Fibrinogen Test. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالفايبرينوجين، سواء السورس أو مكان الإنتاج. كمان هنتكلم على كل الميثود فور استيميشن داخل المعمل. كمان هنتكلم على الفانكشن and indications اللي هي أهمية قياسه داخل المعمل. كمان هنتكلم على الكلينيكال كوروليشن أو الانتربريتيشن، كل الأسباب اللي تؤدي للإنكريز أو الديكريز في الفايبرينوجين ليفل داخل البلازما. الفايبرينوجين اللي اسم التاني ليه بنسميه الفاكتور 1، بنقيسه داخل البلازما. ما ينفعش نقيسه داخل السيرم لان هو مش موجود في السيرم، عشان كده بنستخدم البلازما. وبنجمعها على الصوديوم سيتريت من خلال استخدام البلو توب فاكوتينر، هو الفاكوتينر اللي بيبقى عليه غطاء ازرق. النورمال فاليو بتبقى من 200 ل 400 ملي جرام على الدي سي لتر. الميثود اوف ميجرمنت، في اكتر من طريقه لقياس الفايبرينوجين. اول طريقه بنسميها الفوتو اوبتيكال كلوت ديتكشن. الطريقه الثانيه بنسميها الاميونو اسي ميثود، سواء باستخدام الاليزا او التربيديمتري ميثود. وفي طريقه ثالثه بنسميها الهيت بريسيبتيشن تيست، ولكن الطريقه دي مش مستخدمه بشكل كبير. اول طريقه بنسميها الكلاوز كلوتينج تايم ميثود. في الطريقه دي بنستخدم الفايبرينوجين كسبستريت للثرومبين. الثرومبين بعد كده بيحول الفايبرينوجين لفايبرين اللي بيؤدي لحدوث الكلوت، وبحسب الوقت من اول ما بنحط الثرومبين لحد ما تتكون الكلوت، عشان كده احنا بنسميها كلوتينج تايم ميثود. الخطوات بالتفصيل، احنا في الاول بنجمع البلازما على سيتريت زي ما قلنا في الاول، وبعد كده بنعمل دايلوشن للبلازما بنسبة 1/10. بنحط 180 مايكروليتر من البافر على 20 مايكروليتر من البلازما في تيست تيوب بالشكل ده، بنسميها الدايلوتد بليتليت بور بلازما. بعد كده بنضيف الثرومبين، بنحط 100 مايكروليتر من الثرومبين ريجنت بدون اي تخفيف، بنحطه على الدايلوتد بلازما، وبعد كده بنعمل ريكوردنج للتايم لحد ما يحصل عملية الكواجوليشن. هنا اول ما بنحط الكونسنتريتد ثرومبين بنبتدي نحسب الوقت على طول، وكل الخطوات بتتم في درجة حرارة 37 درجة مئوية. لو بتعملها بالطريقة المانوال يبقى لازم تستخدم الووتر باس، بينما لو بتستخدمها على الكواجولوميتر الجهاز اوريدي بيبقى فيه انكيوبيشن داخل الويل اللي احنا بنعمل فيه ميجرمنت. مجرد ما بنحط الكونسنتريتد ثرومبين بنبتدي نحسب الوقت لحد ما يحصل الكلوت. الكلوت بتظهر عندي في صورة كواجوليشن او تجمع للبلازما في كتلة واحدة. بنقدر نكتشفها ان احنا بنحرك التيوب شمال ويمين، بحيث ان احنا بنلاقي حصل كلوتينج او تجمع لكل البلازما. وباستخدام الكواجوليوميتر بيتعرف على وجود الكلوت من خلال التربيديتي اللي بتعملها الكلوت، عشان كده بيحسب التغير في التربيديتي للبلازما، ومن خلاله بيقدر يتعرف ان عملية الكلوتينج حصل. بعد كده بنحسب الفايبرينجين كونسنتريشن من خلال الكاليبريشن كيرف. الكاليبريشن كيرف بنعمله باستخدام ستاندر بلازما بيبقى فيه كمية معروفة من الفايبرينوجين. بنعمل اكتر من تخفيف من البلازما وبنحسب الكلوتينج تايم بالسكند، وده بيدينا انديكيشن للفايبرينوجين كونسنتريشن. وبنرسم كيرف بنسميه الكاليبريشن كيرف، من خلاله بنقدر نحسب الكونسنتريشن اوف فايبرينوجين من خلال الكلوتينج تايم اللي انا حصلت عليه من الكواجولوميتر. الطريقه الثانيه وهي باستخدام الاميونو اسي عن طريق استخدام الانتي بوديز ضد الفايبرينوجين، وبنقيس النتيجه يا اما باستخدام الاليزا تيست او الاميونو تربيديمتري اسي زي الكيتس اللي هي موجوده قدامنا دي. وبيقدر الانتي بوديز يتحد مع كل الفايبرينوجين اللي موجود في البلازما، وبعد كده بنقدر نقيس الكونسنتريشن يا اما باستخدام التربيديميتر او باستخدام الاليزا تيست. السورس اوف فايبرينوجين، الفايبرينوجين عباره عن سوليبل بلازما بروتين بنسميه جلايكوبروتين، بيحصل له سينسز من الليفر. الليفر هو المصدر الاساسي للفايبرينوجين داخل البلازما. الفانكشن اوف فايبرينوجين، اهميه الفايبرينوجين داخل الجسم. اول حاجه الفايبرينوجين مهم جدا في عمليه الكواجوليشن، لان زي ما قلنا هو عباره عن السبستريت اللي بيشتغل عليها الثرومبين. الثرومبين بيعمل كونفرجن للفايبرينوجين بيحوله للفايبرين، واللي بعد كده بيتحد مع البليتلت ويكون الكلوت. عشان كده اي نقص في الفايبرينوجين بيؤدي للديستربنس في عمليه الكواجوليشن. حاجه تانية، الفايبرينوجين مهم جدا في البادي ديفنس.
وخاصة against الانجري، نتيجة لانه بيحصل له migration للاكسترا سيلولار سبيسز، وظيفة ان هو بيعمل confine او localized الانفيزيف ديزيز بروسيس، بمعنى ان هو في وجود الانفلاميشن او الدستراكشن للتيشو الفايبرينجن بيروح لمنطقة تكسير الخلايا وبيمنع وصول الانفكشوس ايجنت او سبب تكسير الخلايا للبلد. عشان كده هو واحد من ضمن الادوات اللي بيستخدمها الجسم في عملية البادي ديفنس. كمان الفايبرينجن احنا بنستخدمه كباي ماركر للانفلاميشن، لان الفايبرينجن بيحصل له الليفيشن او بيزيد في حالة وجود الانفلاميشن، واحنا بنعتبره واحد من الاكيوت فيز بروتين، بيزيد نتيجة لزيادة السيتوكاين اللي احنا بنسميها البرو انفلاماتوري سيتوكاين زي الانترلوكين 6 والتيومر نكروزيس فاكتور الفا من الماكروفاجيس في منطقة الالتهاب. بعد كده بيوصلوا للجنرال سيركوليشن وبيأثروا على الليفر وبيخلي الليفر تفرز كمية كبيرة جدا من الفايبرينجين، عشان كده احنا بنستخدمه كبايوماركر للانفلاميشن. كمان بيزيد في حالة الكارديوفاسكولار ديس اوردر، عشان كده زيادته برضو بتدينا انديكيشن ان في كارديوفاسكولار ديزيز. الفايبرينجين زي ما قلنا هو عبارة عن سولوبل بلازما بروتين، بيبقى هيفي بروتين نتيجة لانه بيتكون من اكتر من يونت بالشكل ده، من خلال الاكشن اوف ثرومبين بيحوله للفايبرين. الثرومبين بيعمل كليفج للفيبرين وبوبتايدز الاي والبي اللي هما الاثنين دول، عشان كده بيتغير شكل الفايبرينوجين ويتحول للفايبرين، بدل الشكل ده بيتحول للشكل ده، وده بيدي فرصة للفايبرين يونت انها تتجمع مع بعضها في صورة فايبرين بوليمر، تجمع من الفايبرين يونت مع بعضها في صورة شريط كبير جدا بنسميه البوليمر، عن طريق الهيدروجين بوند اللي بتقدر تجمع اليونت مع بعضها. ولكن التجمع ده او الفايبرين بوليمر ما تبقاش ستيبل، عشان كده لازم بنعمل لها كروس لينكينج باستخدام الفاكتور 13، وظيفته ان هو بيعمل كروس لينكينج او رابطه ما بين اليونت اوف فايبرين، واحنا بنسميه كروس لينكد فايبرين، وده بيبقى مور ستيبل، وعشان كده بيعمل سترونج كلوت وبيجمع البليتلت ويعمل الكلوت داخل البلاد فيسل. زي ما احنا شايفين هنا بنلاقي ادي الفايبرين ثريدز اللي احنا بنسميه الكروس لينكد فايبرين، بتبقى عبارة عن خيوط طويلة جدا بالشكل ده، بتعمل شبكة وبتتحد مع البليتلت اللي بتبقى عاملة زي النجوم دي بعد ما بيحصل لها اكتيفيشن، وبتكون الكلوت داخل البلود فيسل. عشان كده وجود الفايبرينوجين مهم جدا عشان تكوين الكلوت، لو الفايبرينوجين مش موجود بالتالي الفايبرين مش هيبقى موجود وبالتالي الكلوت مش هتتكون. الانديكيشن ليه احنا بنقيس الفايبرينجين داخل المعمل، اول حاجة assist in diagnosis of disseminated intravascular coagulation اللي احنا بنسميها الـ DIC، ده بيبقى disturbance في عملية الكواجوليشن، واحنا اتكلمنا عليه بشكل تفصيلي في الـ D-dimer test، وبيحصل severe decrease للفايبرينجين نتيجة للـ DIC. كمان بنستخدمه for evaluation للcongenital او acquired dysfibrinogenemia اللي هو وجود الابنورمال فايبرينجين موليكيول، في الحالة دي الفايبرينجين ما بيقدرش يقوم بدوره في عملية الكواجوليشن. كمان بنستخدمه for monitoring للهيموستاسيس. الفايبرينجين بيعتبر واحد من ضمن الاختبارات المهمة جدا اللي احنا بنقيسها عشان نقيم الهيموستاسيس، احنا بنسميها الهيموستاسيس سكرين. والهيموستاسيس سكرين او الكواجوليشن تيستينج الاختبارات اللي احنا بنستخدمها عشان نقيم عملية التجلط داخل الجسم، بنقسمها على حسب الباسوي، في انترنسيك باسوي وده بنقيمه باستخدام الاكتيفيتد كلوتينج تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، الاكسترنسيك باسوي بنقيمه بالبروثرومبين تايم، والكومن باسوي بنقيمه باستخدام الثرومبين تايم، وكمان الفايبرينجين. عشان كده الفايبرينجين تيست واحد من ضمن الاختبارات اللي احنا بنقيم بيها عملية الكواجوليشن. لو حصل اي ديستيربنس او ديكريز في الفايبرينوجين بالتالي مش هتتم عملية الكلوت، وعشان كده بتلاقي بيحصل ديستيربنس في كل الاختبارات للكواجوليشن. الكلينيكال كوروليشن او الانتربريتيشن، فايبرينجين بيحصل له انكريز في حالة الانفلاميشن والتيشو نكروزيس، زي ما قلنا هو بوزيتيف اكيوت فيز بروتين عشان كده بيزيد بكمية كبيرة. كمان بيزيد في حالة الاكيوت مايوكاردال انفاركشن، بيزيد في حالات النيوبليشيا نتيجة للتيشو ديستراكشن وزيادة التيومر نكروزيس فاكتور الفا، كمان بيزيد في حالات البريجنانسي. ونتيجة لزيادة الفايبرينجين بيحصل انكريز للاريثروسايت سيدمنتيشن ريت، واللي احنا بنستخدمها برضو كمؤشر لوجود الانفلاميشن، نتيجة
لان الفايبرينجين بيبقى بوزيتيف تشارج والريد بلاد سيلز بيبقى عليها نيجاتيف تشارج، بتكون رولو فورميشن وبيبقى التجمع ده هيفي، عشان كده بيحصل لها بريسيبيتيشن وبيحصل انكريز للاريثروسايت سيديمنتيشن ريت. عشان كده زياده الفايبرينجين بتؤدي لزياده الاريثروسايت سيديمنتيشن ريت، والاثنين بيدينا انديكيشن على وجود الانفلاميشن. الديكريز فاليو الفايبرينجين بيقل في حاله الدي اي سي اللي هو الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن، بيحصل ديستربنس في عمليه الكواجوليشن، عشان كده البلازمين بيزيد بكميه كبيره جدا، والبلازمين وظيفته ان هو بيكسر الفايبرين والفايبرينوجين، عشان كده الفايبرينجين بيقل بشكل كبير جدا نتيجه للاكسس بريك داون. كمان الفايبرينجين بيقل في حاله السيفير ليفر ديزيز نتيجه للديكريز سنسز، التصنيع بيقل بشكل كبير جدا لو حصل ديستراكشن للهيباتوسايت او سيروزس. كمان الفايبرينجين ممكن يقل نتيجه للكونجينيتال فايبرينجين ديفيشنسي، ودي بتبقى حالات نادره. في الحاله دي يا اما بيقل بنسميها الهايبو فايبرينوجينيميا، او بيحصل له ابسنس او كومبليت ابسنس بنسميها الاي فايبرينوجينيميا. كمان الفايبرينجين بيقل نتيجة للثرومبوليتيك ثيرابي او الفايبرينولايسيس، في الحالة دي البلازمين بيحصل له انكريز بشكل كبير جدا وبيعمل بريك داون للفايبرينجين وبيقلل الكمية بتاعته الموجودة داخل البلازم. الديكريز للفايبرينجين او الديفيشنسي اوف فايبرينوجين بيبقى خطير جدا على المريض، لانه بيؤدي لمجموعة من الديس اوردر، منها بيعمل سيفير بليدنج، لان احنا قلنا هو مهم جدا لعمليه الكواجليشن، فبالتالي لو في حتى ماينو تروما او جرح صغير جدا بيؤدي للهيموريج اللي بيبقى برولونجد، يعني بيبقى هيموريج لفتره طويله جدا، ولو ما تعالجش ممكن يؤدي للوفاه، بنسميها الليسل هيموريج لو ما حصلش ستوب للهيموريج. كمان الديفيشنسي للفايبرينجين بيؤدي للبرولونجيشن اوف اول كلوتينج تيست، كل الاختبارات اللي احنا بنقيسها في تقييم الهيموستاسيس بيحصل لها برولونجيشن نتيجة لأن زي ما قلنا الفايبرينجين بيبقى مهم جدا في عملية الكلوت فورميشن، فعشان كده في حالة الديفيشنسي بنلاقي البروثرومبين تايم، البارشال ثرومبوبلاستين تايم، وكمان الثرومبين تايم بيحصل لها برولونجيشن لأن الكلوت ما بتحصلش اربع فترة طويلة جدا. كمان الديفيشنسي للفايبرينجين بيؤدي للريدكشن للاريثروسايت سيديمنتيشن ريت، احنا قلنا لو زاد الفايبرينجين بتزيد السيديمنتيشن ريت، والعكس لو قل الفايبرينجين بتقل السيديمنتيشن ريت بشكل كبير جدا. وبالتالي يبقى احنا عرفنا كل المعلومات عن الفايبرينجين، هو واحد من البلازما بروتين بيتصنع داخل الليفر، مهم جدا لعمليه الكلوت فورميشن، لو زاد ده بيدينا انديكيشن على وجود الانفلاميشن لانه هو عباره عن اكيوت فيز بروتين، ولو قل ده بيدينا انديكيشن على الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجليشن، كمان بيدينا انديكيشن على وجود السيفير ليفر ديزيز.